كندا او واحد ما حطوا جابوهم ما حطوه فرنجيين هنا ما عنده حتى علاقه بالخدامه وما يسوح على بخدام جامي ما جا طلع علينا واحد ولا تفكرنا واحد ولا حوس علينا واحد انت يا الولي وانا نهضر هالك انا وشوفني لايف واش تحب تدير دير فيا واش تحب انتايا انت الولي بالنسبه لعندنا احنا النبا هاك ما تسوى حتشي وبالنسبه لعمال البلديه هاك حتشي وانت المير انت المير او واحد ما حط لك في عنابة هنا ولا انتخبك واحد بيك بالنقابات تاعك النقابة الحرة بوندية كيما انتم والنقابة الرشدية بوندية كيما انتم وانتم راكم عصابة جبتوا بعضكم هنا قلت العصابة في الحبس العصابة الكبيرة راهي في عنابة هنا جامي جابوا لنا مسؤول نظيف في العنابة اللي عنده وفاء جابوه العنابة واللي يحبوا يدركوه جيبوه العنابة واللي يحبوا واللي حتى عنده خد يجيبوه العنابه مهما مسؤول ما يصلحش يجيبوه العنابه هنا ولا لا يكتبوا بليش هنا بليش هنا بليش هنا قعدنا مع غازي قعدنا مع شرفه قعدنا مع صنديق قعدنا مع الولي دا قعدنا مع شيف دينا اللي راح قعدنا مع شيف دينا اللي راح قعدنا مع شيف دينا دا والو لا حياه لمن تولادي بصح والله 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 يتقسم لنا خدام والله وكل بالسيوفة وروحوا للبلدية دبح دبح خلي روحوا إلى أبا سيدي أنا والله 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 أنا حبيت حاجة برك حاجة واحدة حبيت نفهمك احنا يا عمال ولا كلاب هنا في الولاية دي مش كلاباش ما احنا بلناش بروحنا احنا وش نكونوا احنا ما احنا بلناش بروحنا احنا وش نكونوا انا عمال نظافة سبحان الله يا ربي لو كنا تجي وتطلع على حقوق تاعنا وش كتبتي عفنا دموع اخويا وبلاش اللي راهم مدرقين تحت الطابله اش هذا؟ ما على باليش اللي كان تحت الطابله يعلم فيها ربي وش انا اللي قاعد نهضر لك على الشيء اللي راهو باين وين الناس كنت تعلم الكلاب اللي في الطريق ويعلموا بالمشاكل تاعنا نعطيك نقطة انا كيفاه نخدم في الكورونا نخدم في الكورونا تعطيني 500 الف واللي قاعد في البيرو ونهضر يصفر في الطريق تعطيه مليون مش كيف كيف احنا هم الكورونا احنا اسمنا كورونا والحمد لله يا ربي واحد فينا ما تقاش الحمد لله يا ربي وش يعيطونا وش يعيطونا وحنا احنا نقولوا وش يعيطونا تالبيروات احنا عمال نظافة يروحوا للبيروات يروحوا للإدارة نضمونديو حاجة هم يعطيونا بالظهر هم الكلاب جاهم المير ما عنده ما عنده حتى كلمة في البلدية كاتب العام تحكيش عليه مات عنده 20 سنة النقابة تاعنا قدونا ما بعضها كل يرحم والديكم يا جرار يا 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 الرايس يا الدنيا كاملة في دزاير ارواحوا طلوا على عنابة ارواحوا جيبوا لهم كوميسيون سبحان الله جيبوا لهم كوميسيون وحاسبوهم هنا وش كاين او مش جميع اللي يخدم في البلدية راهو جاهل الحمد لله حتى اللي جاهل يجي مسكين يوكل معاك ويساندك بس كاين رجال في البلدية وكاين الناس تعرف القانون في البلدية ما تحضروناش انا يا سبحان الله كاش ما عمرك شفتي واحد يدي صالرته بس 900 في الجزائر بعثوا لنا اللي فيش دبي تاعهم ما يديوش 900 وعلاه هذوك مازالوا احنا في اسرائيل انا سبحان الله هي ولايه واحده انا الجزائر كامله انا كل سبحان الله صور الدراري قال لك ما عندكش حق تدي 60000 وعلاه ما عنديش حق 60000 يا جيراني هنا يديو في 60000 هذوك عنده ولاد وحنا عندنا جراوة انت في الجزائر في الجزائر بعثونا في جدوبان تاع لي بارمانون كيما حنا يديو 3950000 وحنا ندي في 3 ملايين وعلاه هذا كل ارواحوا ضلوا تشوفوا السرقه الكبيره في البلديه والبيتشيني كان في البلديه وما كانش في الولايه والتختصي كان في البلديه وما كانش في الولايه هما نجيو نديروا قعدنا معاهم 40 خطره 7000 خطره قعدنا معاهم يرحم والديكم ويرحم والديكم هكا حتى بعدونا للحبس هكا مرضتونا روحوا وخطونا المير روح خطينا كاتب العام روح خطينا انت الوالي روح خطينا روحوا وخطونا احنا جميع اللي ما يحسش بالعمال تاع البلديه ما عندنا ما نديروا بها ما عندنا ما نديروا بها والسلام عليكم هاو الهاد اجراد اجراد الوزير الاول شوفنا ها عمال تاع النظافة احنا هم اللي مباليو في عنابة احنا كل مباليو في عنابة احنا هم مباليات تاع عنابة تنظيف البلاد بين عناز اجراد عاود ما تشوفش فينا الوزير الاول ماكش قادر تبعث لجنة
جي لهنا بتحاسبهم خايفين خايفين منهم ارواحوا حاسبوهم ارواحوا الوالي هذا حكموا القرار تاعو حكموا المير حطوا تحت رجلو عفسو قالوا لا عبارة بيك انت لا لحقوك الاخرين هنا يخلونا متصرفين يا جماعة احنا رانا القنطاني امور انا محكوم علينا بالاعدام احنا وعايب عليكم يا الوزارة تاع الجزائر لما كومش قادرين عشقاكم روحوا نسلوا خلي يجيبوا عايد من الروح يخدموا لازم روحوا لازم شبعتوا سرقه لازم قعدتوا الدنيا لازم ولادكم كلها باس بهم واش ينوض ولدك صباح كينوض ينوض محلقه واش ولدك ينوض صباح محلقه أجل راد نهضر معاك انت الوزير الاول نحملك انت المسؤوليه انت اللي نحملك المسؤوليه احنا كشعب كرهناكم لازم كرهناكم خلاص انا حابين حرب نخو نجيو نحاربوكم انتم من بعد يا خوانا تاع البلاد لكم خوانا لكن ربعه بعودات ما قدرتو لهمش كيف تدخل علينا دوله وتحاربوا تحاربوا بالدش تاعكم روحوا ولا سلام عليكم خوانا شاب هاي بس